بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين المشاهدين. تحية طيب بعد أخوكم جمال باطفار يحييكم في مقطع جديد مقاطعة تعلم مع جمال. طبعا هذه المكيفات الـ O-General غاز 410 ركبتها تقريبا بالتاريخ هذا شهر 12. زين إن شاء الله يكون واضح. بس نشوف واضحة 23/12/2018. زين هاي الوحدتين طبعا ركبتهم غاز 410. فاللي متفاجئ منه انا ان في ناس يعني يشتكون من سوء تركيب او من تبريد هذه الوحدات. هذه طبعا تقريبا كملت عندي الحين سنه وشهرين. راح ارويكم عندي جهاز جديد اشتريته من مده لكن ما يعني ما حصلت وقت اني اشرح عنه. هذا فلير سي 2. زين الحين بدنا الكمبرسر تقريبا معطينا درجه بروده 7.5. اذا اشتغل راح ارويكم كم راح يعطينا تقريبا. اوكي راح ارويكم بالضبط كم راح يعطينا اثناء عمل الكمبرسر. هذه ايضا وحدة ثانية. زين تقريبا الحين يعمل كمبرسر او لا يعمل، لا زال يعني يعطينا 7.11 درجة. اذا اشتغل راح ارويكم كم راح يعطينا درجة البرودة. طبعا هذا الجهاز فيه عدة خصائص صراحة جيدة وراح اتكلم عنه في المستقبل ان شاء الله. الحين اشتغل الكمبرسر راح اراويكم فقط كم درجة البرودة اللي راح يعطينا اياها. طبعا اسمحوا لي انا جاي اصور من التليفون. وصل 3 درجات. يعني ايضا اذا كنا راح ارويكم فقط تاكد اساس انكم بس فقط هذا بالليزر اعطينا تقريبا حدود يعني تحت 6 درجات. هذا معدل مقبول. طبعا هذه الدرجات يعني حتى تشوفونه نازل يعني بدأ ينزل للخمسة. هذه درجات مقبولة للمكيفات مثل بغاز 410. هذه الوحدة الثانية طبعا هذه قستها وبنتها الحين. هذه الوحدة الثانية الحين اشتغل الكمبرسر
يعني معدلات برودة مقبولة يعني تحت ال4 درجات، شيء جيد. زين أيضا الحين راح فقط نفحص هذا أيضا بالليزر. أنا اتجمدت صراحة. مشكلة الليزر انه لازم نثبتها في مكان يسمح لك مثلا بقياس برودة الهواء، يعني اعطانا تحت، هذا ايضا راح يعطينا تحت 8 درجات، فهذا شيء مقبول. لذلك انا بردت صراحة تنزل. فان شاء الله هذا الجهاز الفلير سي 2 جيد بس سعره غالي، راح اتكلم عنه ان شاء الله في المستقبل. سعره تقريبا في حدود 2000 درهم إماراتي، وإن شاء الله راح أشرح عنه. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى من تعلم مع الجماعة. طبعا هذا كان فقط للأشخاص الذين يشتكون مثلا من وحدات تبريد أو جنرال، وحدات جيدة صراحة، فقط يعتمد على الفني اللي راح يركب لك هذه الوحدات. وعادة راح مثل ما قلت أنا، واحد من الشباب راح تكمل معاك تقريبا، مفروض تكمل معاك مو بأقل من 10 سنوات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.